بحسب بيانات مؤسسة جولدمان ساكس، فإن سوق البث عبر المنصات مدفوعة الثمن ينمو بشكل متسارع منذ بداية هذا العام. هذا النمو دفع الخبراء لرفع توقعاتهم حول نمو السوق لتصل لنحو 1.2 مليار مستخدم خلال العام 2020، وهو رقم أعلى بمعدل 4 مرات من الأرقام التي سجلها عام 2019، والتي وصلت ل 340 مليون مشترك جديد. ولذلك من المتوقع أن تصل عوائد سوق البث المدفوع لنحو 142 مليار دولار مع نهاية هذا العام. هذه الأرقام تعني أن سوق البث المدفوع حققت نموا بمعدل 84% خلال العام 2020 مقابل 77 مليار تم رصدها كعوائد لهذا السوق خلال العام الماضي، حيث انخفضت توقعات جمع عوائد من الحفلات الغنائية والموسيقية الحية بفعل الأزمة بنحو 75%. للمزيد معنا العازف والموسيقي مروان حوا. صباح الخير عليك. يعني في البداية، هذا العام هو عام التطبيقات الإلكترونية بامتياز، فخلال الأشهر الأخيرة يعني شاهد هذا القطاع نمو كبير. يعني في رأيك، ما أبرز التغيرات التي طرأت على هذا القطاع؟ أبرز التغيرات هي أنه جعلت الناس يستخدموا الأونلاين سيرفيسز عبر الأبليكيشنز يلي تصممت منا قديما ومنا حديثا، ويلي كان لها دور كتير إيجابي إنه to connect people together, to connect musicians, to connect fans مع الميوزيشنز، تتخلي هالداتابيس تبع الارتست موجودة بالسوق. يعني فيني أعطي مثل أنا عن الدير كلاس 2020 يلي صار هالأسبوع. كان هو مثل حي عنا إنه هالعالم بعدهم بكونتاكت مع الارتست تبعولهم، يلي هو كان ايفنت كتير قوي بحيث الحضور والاونلاين. واكيد مثل ما بنعرف كان بيونسي عم بتغني، كانت كيتي بيري، تايلور سويفت، وكان ايفنت كتير عظيم. يعني هذا الشيء بدل انه الاونلاين طيب في كل قطاع مش ممكن تاخذ محل اللايف. يعني بس انه في شركات بتكون بتسيطر على المنتج. لو تكلمنا عن البث الموسيقي، مين هم كبار المنافسين اليوم في خدمات البث المدفوعة، وإيه السر وراء تميز كل واحد فيهم؟ نعم، هلا عندك تقريبا في كتير شركات هن اختصاصهم البث الحي بالموسيقى. من ابرزهم عم نحكي ساوند كلاود، عم نحكي سبوتيفاي، ابل، يوتيوب ميوزك، وامازون. انا برايي انه اليوتيوب ميوزك مع انه حديثه نسبه لغير كومبيتيتورز بالسوق يلي هن سبوتيفاي، بس بما انه بتملكها جوجل عندها حظوظ كبيره انه تصير الاولى بالماركت نسبه للتنوع اللي بتقدمه البلاتفورم. يعني في رايك جوجل هتستطيع ان هي تقف امام سبوتيفاي؟ لك يعني شوي عم بيلحقوا الماركت جوجل، لانه عندهم السيرش انجن. نعرف نحن كل واحد عنده جوجل اكاونت، جيميل اكاونت، وعنده اكسس على يوتيوب. بيست على الداتا الموجوده عنده، يوتيوب بيعمل ريكومنديشن لبلاي ليست، وبيعمل ريكومنديشن لفيديو ليست. سو كثير ادفانس سيرش تبع جوجل. نعم. يعني لو نبغى نتكلم عن اللي قاعد يصير في أرض الواقع، يعني بنشوف إنه في كتير جهات تكون خسرت جراء هذه الأزمة، قطاعات الحفلات الحية بأكملها، المنظمين، وطبعا أنت تعرف تفاصيل أكثر مني وراء الحفلة الحية كيف ممكن تصير. اللي أبغى أعرفه، يعني هل راح تنجح في إنها تتأقلم مع هالتغييرات الجديدة؟ فعلا هلا قطاع الموسيقى الحي، يعني عم نحكي لايف كونسرتس وتورز، اوريدي عم تقول الستاتستكس انه صار خسران تقريبا 10 بليون دولار. هيدا رقم شيء كتير كتير كبير. اي وبصراحه صعب، من الصعب انه هيدي عم نحكي نحن على السنه اوريدي. هيدي يعني اذا خلصت الكورونا بكره
وفتحت الأسواق ورجعوا العالم يحضروا كونسرتس، كمان رح يكون في خسارة تقريبا 5 مليار دولار، يعني هو رقم كتير كبير. هلا هيدا الشيء بيرجع لأنه الكونسرتس كلهم التغوا، يعني سنة 2020 كل هالسكادجولد ارتست يلي كانوا من المفترض يعملوا تورز حول العالم، يلي هن منهم ايجلز منهم رولينج ستونز، هولي كل الكونسرتس تكنسلوا. وهالشيء بيرجع كمان لانه هالعالم انه خيفانه ما رح تروح على الكونسرتس لو رجعت فتحت البلاد، لو رجعت فتحت من بعد الكورونا. هلا من ابرز الخسارات هي مثل ما قلنا الكونسرتس والتورز، وكمان عندنا الفستيفلز مثل فستيفال كواتشيلا يلي هو بيستقطب تقريبا 300,000 شخص على مده اسبوعين. 300,000 شخص هو اللي بياثروا على اقتصاد المدينه، يعني هيدا عم نحكي هيدا السكيل، الخساره هالقد كبيره، لانه العالم يلي بيجوا تيحضروا الكونسرتس بدهم يناموا باوتيلات، بدهم يستخدموا البابات، بدهم يستخدموا المطاعم، يعني خساره فعلا كبيره. ولهلا مثل ما عم ينحكى هي تقريبا 10 مليار دولار. أي ما هذا هو كان سؤالي، السبب إنه هل هذه الأقسام اللي القطاعات اللي خسرت حتقدر هي تتأقلم مع الوضع الجديد أو لا؟ ولكن يبدو لي إنه في هذه كمان الأزمة في ناس كانت مستفيدة أو في جهات كانت مستفيدة. لو تقول لي ما هي أبرز الجهات أو المنصات المستفيدة والمشغلين لهذه الخدمات في المنطقة إجمالا؟ لا، في المنطقة العربية عم نحكي بالمنطقة العربية ولا عالميا عم نحكي؟ خلينا نتكلم عن المنطقة العربية أولا وحنتكلم بعدها عالميا. المنطقة العربية يعني من أبرز الابليكيشنز اللي نحكي أونلاين يلي بتجي عبالي هي أنغامي، يلي هي بلاتفورم بتقدم أغاني العربية والفرنسية والإنجليزية. تقريبا عندهم 55 مليون يوزر، 55 مليون، يعني رقم كتير 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 منيح. وبتخيل مع الكوارنتين زادت الأرقام. نعم، هلا من ميله هي شغلة منيحة للديفلوبر يلي عنده الابليكيشن، بس من ميله تانية مشكلتها انه ما عم بترد مدخول للارتست، لانه هول البلاتفورمز بيدفعوا كتير مصاري قليله للارتست، وخاصه الارتست يلي بعدهم مبلشين جداد بمجال الفن، ما عندهم ايرادات كتير كتير كبيره من هالبلاتفورمز يلي هي اونلاين. وان كان حتى عم نحكي على يوتيوب ميوزك او سبوتيفاي او امازون كمان نفس الشيء. سو هي سيف ذو حدين. يعني مروان، بالرجوع للنقطة اللي اتكلمت فيها من لحظات عن حضور الكونسرتس والحفلات الغنائية، عايز اقول لك ان احنا ما فوتناش الفرصة وسألنا مشاهدينا على صفحة الفيسبوك الخاصة بينا عن الموضوع. سؤالنا ليهم كان: هل تفضل حضور الحفلات واللقاءات الفنية على المنصات المدفوعة؟ كانت الإجابات كالتالي: 88% قالوا لا، ما بيفضلوش حضور الحفلات واللقاءات الفنية، و 12% بس قالوا ان هم بيفضلوا فعلا الحفلات الحية والكونسرتس. هل الخوف هيسيطر في الفترة اللي جاية؟ هلا طبعا الخوف موجود عند كل العالم، وخاصة هي الكونسرتس، يعني هي من اكثر السوشيال جاذرينج اذا بدنا نسميها يلي الاشخاص بيكونوا كثير قراب على بعضهم، يعني هيدا الخوف موجود. هلا ال 80% يلي قالوا لا، 88% اللي قالوا لا، انا بفهمه، لانه واحد بيروح على الكونسرت على الكونسرت يشغل حواسه تقريبا الاثنين يلي هي السمع والبصر. سو وبس يكون موجود بانفايرمنت، ان كان اوتدور ولا اندور، بيج ستاديوم عم نحكي بيج اريناز او انه اوتدور فيستيفال، طبعا بتكون الاكسبيرينس مختلفه عن الاكسبيرينس يلي بيكون. يعني الناس كانت معتاده ان هي لما بتستمع لموسيقى في البيت او اونلاين كانت بتبقى مجانيه، ولكن مفهوم الدفع من اجل الاستماع لاغاني او حفلات كان يعتبر غير رائج نوعا ما عربيا. هل تتوقع انه ينمو السوق محليا في الفتره القادمه؟ أنا بشك بصراحة شخصياً أنه ينمى هيدا السوق عربياً، لأنه طالما عندك بلاتفورمز متاحة للمستمعين والمشاهدين ببلاش، يعني من دون دفع، يلي مثل على سبيل المثال يوتيوب. سو في كتير عالم بتقول أنه أنا فيني أعمل بلاي ليست على يوتيوب واستمع
واتفرج عليها بنفس الوقت، بينما ما رح روح ادفع على بلاتفورم تانية واستمع لموسيقى. هلأ في نقطة كتير مهمة، هي انه الواحد يلي قاعد بالبيت، في يعني في مفهوم غلط ان العالم فكروا انه واحد قاعد بالبيت رح يصرف مصاري اكثر على الميوزك. هي هيدي فكره خاطئه بيست على الستاتستكس يلي صارت. هو صار صرف المصاري على الفيديو، لانه انت بالفاميلي اذا عم نحكي كفاميلي باك كمان من المستحب اكثر انه يقعدوا يحضروا فيديو، وهيدا الشيء مبين انه نتفليكس صاروا عملوا ايرادات كثير. يعني انا شخصيا اتمنى عوده الحفلات الغنائيه الحيه، لاني انا شخصيا كنت استمتع فيها، حتى كنت اخذ بنتي ونروح هذه الحفلات، كنا بنقضي جو عائلي كثير حلو بمتعه حلوه. انا اشكر مداخلتك اليوم معنا العازف والموسيقي مروان حواء. شكرا لك مشاهدين.